أخوتي المغاربة السلام عليكم، تحية للإخوة المغاربيين كالعادة داخل وخارج الوطن العربي. ما كان قصد الشرق، كان قصد غير الناس اللي هدان. بطبيعة الحال تحية خاصة لأخوتي المغاربة، أزول أزول الإخوة الأمازيغ. لاحظت واحد القضية وغتكونوا لاحظتوها كاملين، المقاطعة هي حديث الداني، و يعني أينما رحلت وارتحلت المقاطعة المقاطعة، وانقسم المغرب إلى خونة ومشاركين. يعني في هذا الشيء في الفيسبوك، في التويتر، فين ما مشيتي، في اليوتيوب، في الصحافة الإلكترونية، المتدخلين وما أكثرهم، الفنانة، ماشي كل شيء. المشاركون في الحملة أصبحوا خونة، أنتم خونة في عيون الباترون. بطبيعة الحال هذاك اللي كيصاوب وكيبيع واللي عنده الربح، الا ما شريتيش من عنده انت خائن. والمشكل هو ان ناس بحال داك القرعد الرمضاني وبحال هم كثيرون، اللي مومو نيني مومو تيتي بوبو داك اللي الهيت ولا ديال عفوا، ما عندهم الشركات، ما كينتجوا البان ولا دانون، ولكنهم ينددون ويسبون الناس اللي كيشاركوا. عجيب والله، لا عجيب الله. المقاطعة أخوتي المغاربة عليها أن تستمر وتبقى، وفي صمت. ردوها بحال ماشي ديك الحيحة، ردوها بحال من طبيعيات ديال اليوم العادي ديال كل مواطن. هذه ما نشريهاش وهذه ما نشريهاش، وسالات الهضرة بلا ديك الحيحة والغوات والتصاور. صافي قررتو سديتو بقاو غادي، صافي ديروها في راسكم. يعني ما غنشريش هادي وهادي وهادي، وسالات الهضرة صافي. وهذه المقاطعة لا تلغي حق التظاهر، لأن المقاطعة بوحدها ما غتخرجش المناضلين من السجون. ماشي المقاطعة اللي غتخرجهم، المقاطعة كذلك ماشي هي اللي غترجع الروح ديال ديك البنية مسكينة بنت في عمر الزهور اللي في الخميسات اللي طاح عليها بوطو قتلها بدون محاسبة. وطاح بوطو قتل بنادم، وحنا مالناش، غنديرو لك ما عندكش الزهر، مكتاب سالة العمر وفاليها الأجال. بالمقاطعة ما غتقدروش تردو حقوق أخرى. إذن بالموازاة مع المقاطعة ما تنساوش التظاهر، لأن المقاطعة بوحدها ما غتحل لكمش بزاف المشاكل الأخرى. هذه بداية مقاطعة ضريتهم، ماشي كما قال الطبيب العسكري دائما ما عندكم. علاش البوليسي غيبقى شاد زروطة وما يقدر يضرب حد؟ لقيتي الحلول، هذاك الشيء اللي كنتي بغيتي انت توصل ليه، ان الناس ما تخرجش للديور ديالها. وهذه هي الغاية ديال 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 النظام، اعتقادا منه بان الناس غيديروا مقاطعه وصافي غتطفى يعني الاحياء والمدن غادي تهبط. وصور اللي داير المقاطعه ما غنضر مع هاد ولا لا، كاينه حقوق اخرى ما غتجيبهاش لك المقاطعه. الا خرجوا ولدك من المدرسه، او لا ما خلاوش يدخل المدرسه، او لا ما بغاوش يعطيوك اكستري ديسونس، ولا هرسوا لك الكروسه ديالك وداو لك الميزان، المقاطعه ما غتردلكش داك الشيء. الاحتجاج بجانب المقاطعة، المقاطعة خصها تبقى على طول. وخلينا من دوك الناس اللي تيقول لك غير نعطيهم شهر، هي دازت 6 أيام 7 أيام واش وقع عليهم؟ لا، خصهم يعرفوا بأن هذيك المقاطعة غتبقى على طول، وغيبدلوا الرؤية ديالهم لكم،
غيتعاملوا معكم بطريقه اخرى غادي تشوفوها. وعلى خلاف ما يروج الباترون بطبيعة الحال كتقول لك بأن المقاطعة تضر بصغار الفلاحين والكسابة. أنا استمعت الإخوة أعتقد في الضواحي ديال مدينة سيدي قاسم، أعتقد اللي حلوا دوك لي سيترن ديال الحليب وخلاوه كيسيل في الأرض، وواحد فيهم قال لهم كيشريو من عندنا بجوج دراهم فاصلة 18 سنتيم. إلا خويا الفلاح ولا الكساب جمعتي الحليب ديالك ولا بعتيه لجارك وجارك يجمع 300 600 إيطر ويهبطها للمدينة بتريبورتور ويبيعها للناس، يكون شوية ديال النظافة، ما يكونش تعفن، يكون شوية النقاء، والإنسان يكون لابس طابلية بيضاء ودير ليكات في يديه، وهذاك الإناء باش كتعبر يتغسل مرة دير السطل مرة مرة، يعني ثلاثة أربعة المرات الناس تبيع لهم وغسل داك السطيل ديالك. فبطبيعة الحال غتلقى إقبال وعندك الربح أكثر من ديك جوج دراهم فاصلة 18 اللي كيعطيوك الكروش الحرام. وسمعت في جهة أخرى بأن كبار الفلاحة يعني هما كيبيعوا راسهم كيبيعوا بأزيد من 4 دراهم. تصور الفلاح الصغير اللي عنده جوج بقيرات ولا ثلاثة كتعطيه جوج دراهم فاصلة 18، وهو ملي كيشري من عند راسو اتونسيون راه كيبيعوا لراسهم، راه هما اكبر الكسابه وكيبيعوا لراسهم بربعات الدراهم. ايوا ديروا الحساب نتوما وتعرفوا شكون الربح وشكون الخسر. خوتي المغاربه اللي هنا في الخارج ما بقى والو، حنا على ابواب الصيف وغادي تمشيو تسافروا للمغرب. ايوا وريونا حنت يديكم هنا بابا بابا وتمشي للهيت بدا تفتح على عباد الله ومرجان والكروسة ايوا انت عايش هنا وطلع لك مرجاناتهم ألف مرة أحسن من داك الوي، وما تمشيش تفتح على وشري من عند محمد أصاحبي، تواضع شوية، سير عند محمد شري داك الشي اللي عنده، أش داك المرجان والطوموبيل والكوفر والخدامة دافا الكروسة وديك العياقة ديال جوج دريال. أنا من ناحيتي أنا لقيتو حتى رويال ديال بوكليب ما نمشيش فيها والله، واخا نمشي في أي شركة طيران وما أكثرهم الآن وبأثمنة رخيصة على هذاك الموسم بالكحلة، كل ما هو ملكي هو فاسد حتى الطيران ديالو. ونصيحة للإخوان المهاجرين خصوصا المهاجرين، اتونسيون الناس اللي حاطة فليساتها في أبناك لهي، راه الوقت ما بقاتش مضمونة، وجمعوا دوك جوج دريال ديالكم وشوفوا اش ديروا بها، عمروها في الوسايد ولا شري بها ما نعرف الذهب ولا شري، اتونسيون راه الأمور ما بقاتش مضمونة، ديك الأبناك والله ما مضمونة، راه تزعزع الوقت والله لا لقيتي ريال. داكشي اللي خدمتيه حياتك كامله غيديه لك ويزيد، ومع الصغار وهربوا بالفلوس، عي مقاولين اداو الناس 400 600 مليون وما بان لهم اثار، ما بقاوش لقاوهم كاع، فما بالك بهذوك مساخط الوالدين. الاخ اللي دعا الى مقاطعه صلاه الجمعه، انا معاه في هذه الفكره، وفكره جميله لان هذه هي الدقه القاضيه ديال الكاو للنظام. انا لا ماشي الجمعه، المساجد ولات مراكز البرمجة العقول، ماشي هذاك ما بقاش المسجد. اعتذر الله اعلم اليوم خطبه الجمعه شنو كانت، كرة على دانون تاعي اللي ما شراش دانون وسنترال ما غيدخلش للجنه، لا بحال والو يقولوها لكم، ولا يقول لكم توضاو بسيدي علي فيه 360 حسنه زايده. هذا هو النظام وهذا هما دوك الفقهاء اللي كتصليو نتوما مورا، راه صلاتكم باطله وراء هذوك الجردان اللي كتجيهم ليسته مكتوبه من عند الاخرين، كتصليو على داك الشيء اللي وكتختموها بالدعاء لهذا
تضركم كدير الله يمسرو ماشي غير هو هو والتريكه ووليداتو. اذا اش من صلاه هذه وزعما غير مع راسكم ديال لا تحتاج الى فقهاء وعلماء ديال الازهر. صلاه باطله حميد تيقولها لكم وانا كندي التقليد كاع اللي ما صلاش يحسب عليا نهار يتحاسب يقول له راه اللي قالها لي في الفيديو وسالينا الهضره. راه في منفعتكم انكم خصوصا الشباب الشباب انا كنتكلم مع الشباب اما الشياب اللي بينهم وبين القبر شبر خليهم هذوك يمشيو يتكركبوا راه حياتهم كامله هما كيتكركبوا هما غامكركبينهم. الشباب بقى في دارك الا كتصلي صلي في دارك. انتوما خمسة ولا ستة ديال الاصدقاء خرجوا للغابة ديروا صلاة الجمعة ديالكم ماشي بالضروري في مسجد كله ذنوب منقوس تحت عيون المراقبة. المراقبة معاك الاذان انت كتصلي واحد حداك كيتصنت لك استسمح نزلة برد. المهم لكل الجماهير المغربية كنطلبوا مزيدا من الصبر والنضال. وهذا النضال بالمناسبة هو يشبه القتال ما بقاش نضال. انا ماشي من الناس اللي كيدعي الى استعمال القوة. هو قتال لانه عدم تكافؤ القوة ديال اصحاب الشر ماشي هي ديال اصحاب الخير ديال الضعفاء. هذوك عندهم امكانيات عندهم جيوش عندهم وسائل اعلام عندهم اذا الاسلحه ديالهم متطوره على ديالكم نتوما. يلاه نتوما وصلتوا ما نشريوش هي حق مشروع ما بغيتش نشري. وكذلك ما بغيتش نصلي اخويا كنصلي في داري ولا ما كنصليش انا كاع. اش تقول لي دخل واش غيبقاو يشدوك يجروك حتى انت يدخلوك للجامع ويحلوا لك ودنك تسمع لهذاك اش كيقول. المهم راكم عارفين الاشاره اليوتيوب اعتقد بانه غادي يقفلوه ليا انا اشعار ثالث ديما نفس المشكل لان آلة القمع لا تنام. طبيعه الحال الناس اللي كيضروها راه كيشارجيو عليها ديك 60,000 ديال البشر وقاعات المراقبه وهذا الشيء اللي كتشوفوه دابا راه تسجل عندهم وكيحللوه واش من جديد واش من قديم واش هو الخطير وبالتالي كيعلموا القناه بشكايات اليوتيوب كيشكي ويشكي ويشكي وهي كتصيفط لك انذار بان هنا مخالفه ولا ليه مخالفه. يمكرون ويمكر حميد ماشي مشكل. الا تسدات انا غادي في لا ديسكريبسيون غادي نعطيكم لادريس فيسبوك ديالي وبالمناسبه حتى هي ملعوب فيها غديروا حميد اي تحماني في الفيسبوك راه غيخرجوا لكم جوج. كانوا دايرين واحد الصورة ديال شي بنت عندها 15 ولا 16 عام من ديسلدورف دايرين من ديسلدورف. دابا حيدوها داروا الصورة ديال هذيك الصورة اللي عندي في اليوتيوب داروها عاوتاني تما. المهم راس الصفحة الحقيقية ديالي هي اللي مصور فيها كولونيا واحد داك ليغليز واحد ليغليز صورة بالليل وداك المسجد فيه الاضواء. هذيك هي الصوره هذيك هي الصفحه الحقيقيه ديالي. اذا الله يرحم الوالدين الا تقطعات الاخبار ديالي في اليوتيوب فماشي عن القصد ديالي انا راه القصد ديالهم هنا هما. اذا كونوا على بال. تحيه اخويه مجدده لكم اجمعين والى فرصه اخرى كالعاده تحياتي باي باي. في فيديو سابق الخوت مغاربه كنت قلت لكم بان يعني هنا الزنقه مديورها وانتم كتشوفوا هذا زقاق يعني زنقه ماشي شارع
ولكنهم ديور للمرور، يعني سيارات ولا في التروطوار من لهي ولا من هنا الناس كدوز كما قلنا من ا لبي، ما كاينش تجمع. شوف واش كاين شي واحد مجوق، ها واحد الانسان غادي يمشي ربما المحطة ديال الطوبيس. لا مشى، اذا هنايا كنشوفوا بان كما قلت لكم بان مساله ديال الجو ربيعي الى حد ما، وكما قلت لكم هنا فقط لمرور السيارات. الى اللقاء.